ادي مناخيري. حلقه الاعتذار هيفن. اكشن. عرفنا لنفسك وعندك كام سنه؟ لوكاس عندي 6. جوزيف 8.5. جوزيف قول لي، عمرك اعتذرت لحد؟ لا. ايوه انا على طول بعتذر لاخويا، ان هو على طول انا بضايقه وبضربه. يعني مثلا هو كان نازل على السلم مثلا زقني، كانش قصده، كان حد هو اللي زقه. يعني بقعد اضايقه كل شويه، بيتخانق معايا، فقلت ان انا اصالحه اقول له اسفه. فانا ضربته وهو زعل مثلا، فانا رحت في نص اليوم وقلت له انا اسف، ما كنتش عايزه. كنت عايزه. لما حد بيكون زعلان منك بتعتذر له ازاي؟ ازاي؟ بقول لهم انا اسفه، واقول لهم مش بعمل كده تاني. ممكن اقعد شويه كده مثلا اكون مكسوف اللي انا اروح، وبعد كده بروح اقول له انا اسف. حتى صحابي اللي هم مش بيضايقوني برضو أنا لازم اصلحهم، اقول لهم انا اسفه كده يعني. او انا اسف يعني. وكمان ساعات بديله لعب من حاجتي، بديله العروسة، بديله حاجات زي حاجات دي. بجيبه هدية. بجيبله هدية؟ زي ايه؟ مسدس يظل. ليه لازم نعتذر لبعض لما بنغلط؟ ايه لازم نعتذر لبعض؟ بحس اني انا مستريح. طيب انت لما بتعتذر، الاعتذار ده بيريح مين؟ بيريحك انت ولا بيريح ماما؟ بيريحنا اللي احنا الاثنين. يعني لازم نعتذر لبعض علشان صحابنا او اخونا ما يضايقوش ويعيطوا. انا ساعات بضايق كريم ومش بصالحه، عشان احنا عملنا حاجه غلط نسامح. فمش بقول له اسفه، مش بقول له اي حاجه، فبيعيط يعيط يعيط وينزل دموع من عينيه. يعني هو ما يكونش متضايق مني وانا ما احسش ان انا عملت حاجه غلط كبيره، ما احسش ان انا عملت جريمه. فقلت ان انا وهو انا بس بشوفه بيعيط اقول له اسفه وكده. طب ماما وبابا بيعتذروا لك؟ يعني في مره غلطوا في حقك وقالوا لك احنا اسفين؟ يعني مثلا انا بقعد اعمل شقاوه وهما يروحوا مزعقين فيا، فيقولوا لي، يجي مثلا اكون قاعد جنبهم متضايق، فييجوا يقولوا لي معلش احنا اسفين، بس انت اللي بتخلينا نعمل كده.